وحول هذا السياق ينضم إلي المحلل السياسي الأستاذ سامي ريكاني من دهوك. مرحبا بك أستاذ سامي. تركيا ترفض وتنفي مسؤوليتها عن الحاصل، إلى أي مدى أنتم مقتنعون بهذا النفي؟ أستاذ سامي هل تسمعني؟ أستاذ سامي هل تسمعني؟ أنت معي؟ الآن صوت جهل. نعم أستاذ سامي، تحدثنا عن هذا النفي التركي للمسؤولية عن الحاصل وهذا الهجوم الأخير، إلى أي مدى هنالك قناعة لديكم؟ أنتم مقتنعون بهذا النفي التركي؟ نعم، قبل كل شيء مرحبا بكم وقناتكم وللأخوة المشاهدين. مسألة الأحداث الأخيرة والتصعيد الأخير ربما إذا نقرأها قراءة يعني متأنية هي مرتبطة بالتحولات الأخيرة على الساحة الشرق أوسطية والعراقية، وخاصة الساحة الصراع الدولي والامتداداتها إلى المنطقة الشرق أوسطية وبالدرجة الأولى على سوريا والعراق في نهاية المطاف، واستغلال الظروف الصراع ما بين المحور الروسي والمحور الأمريكي الذي لطالما تنعكس على الساحة العراقية والسورية في الآونة الأخيرة، خاصة بقيادة دولتين لها قوتها ولها سيطرتها على مجريات الأمور كإيران وتركيا في هذه المنطقة. هذا من جانب الآخر، وإذا كان هناك كمجال نستطيع أن نشير إلى ارتباطاتها مع هذا الحدث، ولكن الحدث بحد ذاته هذا الحدث هو يعتبر ضمن الشريط التركي لطالما أرادت بعد 2017 أن تخلق شريطا حدوديا ما بين تركيا وما بين أقليم كردستان والتي تسمى بمنطقة الفارغة أو المنطقة الأمنية أو الحزام الأمني ما بين العراق وما بين تركيا لتحافظ على امتدادها في المنطقة عندما تحتاج إليها، وأن تحرك ضمن استراتيجياتها التي تعمل عليها منذ الربيع العربي ولحد الآن. طيب أستاذ سامي، يعني الموقف الرسمي العراقي، نعم الموقف الرسمي العراقي غاضب بطبيعة الحال على هذا الهجوم ويعني أعلن الحداد، ولكن جهات معينة في العراق تقول أن الحكومة العراقية راضية عن هذا الموضوع. المشكلة العراقية أنت لن تستطيع أن تصل إلى قرار عراقي مستقل. دائما الأحداث تنعكس على الساحة العراقية بجانبها سواء من الجانب الخارجي والداخلي، كلاهما يخدم المصالح الأقليمية ولا تخدم المصلحة العراقية، لأن الأحداث دائما تنعكس على الساحة العراقية بتستوظفها الأطراف الحزبية داخل أو المكونات داخل الدولة الكردية كنقاط لاتهام الأطراف الداخلية أو خصومها في العملية السياسية. وكل الأطراف لها مصالح مع أطراف أقليمية وتعمل بأجندات أقليمية ودولية، لذلك فلن تستطيع أن تصل إلى قرار يكون حقيقة يعبر عن استقلالية القرار العراقي، بل هي قرارات تنبع من مصالح حزبية وشخصية وطائفية وقومية وإلى آخره. لذلك فلن تستطيع أو لن نرى موقفا حازما أو واضحا للعراق أمام الانتهاكات التي تحصل على الساحة العراقية، سواء كان من الجانب التركي أو الجانب الإيراني، فكل يصور الجانب الآخر بأنه ذاك هو يتهم الآخر بأنه يعمل على إذن صعوبة في تحديد الموقف العراقي، ولكن هنالك وضوح في الموقف الأمريكي. على سبيل المثال واشنطن تعتبر العمل العسكري كافة التركي في العراق هو مس بالسيادة العراقية. السؤال إلى أي مدى هذا الهجوم يمكن أن يؤدي فعلا إلى مزيد من الضغط الأمريكي والدولي على تركيا وبالتالي وقف هذه العملية؟ وهذا البعد الآخر الذي أخذتنا إليه وهو البعد التأثيرات الأقليمية والدولية، خاصة الموقف الأمريكي وإشارته في قمة جدة أشار إلى نقاط مهمة، وهي عدم ترك المجال لتدخلات سواء من دول داخلية يعني داخل المنطقة الشرق الأوسط لتجاوز حدود دول أخرى، فهي كانت رسالة واضحة إلى تركيا وإلى إيران وبقية الدول التي تحاول وبتوضيح
كيف الصراع الدولي لتنشر اجنداتها على المنطقه وتضع او تحصل على موقع قدم يكون لها اكثر موقف اكثر قوه في مجريات الامور والمفاوضات والاستفاده من الحرب الروسيه الغربيه او الامريكيه. يعني استاذ سامي لابد وان هذا الحديث في هذا السياق يطول ويطول، ولكن لضيق الوقت اشكرك جزيل الشكر الاستاذ سامي ريكاني المحلل السياسي حدثني من دهوك، شكرا جزيلا لك.